أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل طالب العلم يدخل في أوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل الله؟ نعم. يقول: هل طالب العلم يدخل في أوجه الزكاة الثمانية تحت قوله تعالى في سبيل الله؟ الفقير، فقير إذا كان طالب العلم فقير يعطى لفقره ولا يدخل في سبيل الله، فسبيل الله هذا للمجاهدين في سبيل الله الذي هو الجهاد. نعم.